للحديث عن احتمالات تفجر الأوضاع السياسية في العراق مع انتهاء الزيارة الأربعينية بين شركاء العملية السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني كيف يمكن تفسير هذا الهدوء في الفترة الماضية خلال الزيارة الأربعينية؟ هناك من يرى أن النار لا تزال مشتعلة تحت الرماد بين شركاء العملية السياسية، ما رأيكم في ذلك أستاذ لبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالتأكيد يعني الأربعينية لها طقوسها الخاصة، وكل الأطراف التي تتشكل منها العملية السياسية كلها متفقة على مسألة التهدئة في ظل هذه المناسبة. ليس هناك مصلحة لأي طرف من هذه الأطراف بالتصعيد، لذلك هناك اتفاق غير معلن على وهذا اتفاق تلقائي بالحقيقة على مسألة التهدئة، لكن هذه المسألة مؤقتة كما تفضلتم، وسرعان ما ستعود حالة الصراع السياسي والانسداد السياسي والفعاليات السياسية التي خصوصا الفعاليات السياسية، التيار الصدري ستعود إلى لتكون سيدة المشهد فيما يتعلق بالمسرح العراقي الحاضر. طيب أستاذ لبيد، هناك إصرار من قبل الإطار التنسيقي على تكليف محمد إشاع السوداني رغم علمهم مسبقا برفض التيار الصدري له، ما سبب هذا الإصرار من وجهة نظركم أستاذ لبيد؟ محمد إشاع السوداني كما نعلم هو تقلد عدة مناصب يعني، وكان في معظم هذه المناصب الرجل الثاني، يعني كان وزيرا للتجارة في وكالة، وزيرا للصناعة وكالة. إذا تحدثنا عن أدائه بالحقيقة كل المناصب التي تبوأها تحقق فيها فشل كبير وواضح، يعني مجال وزارة الزراعة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، بالإضافة إلى أن الفساد دب في هذه المفاصل التي كان هو مسؤولا عنها. لكن المشكلة لا تقتصر على أدائه هو كرجل سياسة وكرجل إدارة، المشكلة الرئيسية بمحمد إشاع السوداني أنه هو كما يشبهه كثير من المراقبين هو عبارة عن دمية يعني تتحرك بأصابع المالكي، يعني هو رجل المالكي يعني. وهذه أخطر من هذه، تقود إلى حالة هي أخطر مما هو أن المالكي هو الذي تدعم الحكومة، لأن المالكي سيستغل الإشاع السوداني أسوأ استغلال، لأنه سيقوده إلى مغامرات وسيقوده إلى نفس سياسته السابقة التي أدت بالعراق إلى كوارث نعرفها جميعا. ولكن سينجح المالكي في فيما يمكن اعتباره بانه ان يمسح سخامة سياسته في بجلباب الإشاع السوداني. يعني كل المآسي والنكسات والكوارث التي مر بها العراق خلال حقبتي المالكي منسوبة الى المالكي كما نعرف، لكن هذه المرة سيقود السياسة، المالكي هو الذي سيقود السياسة ولكنها تنسب إلى محمد إشاع السوداني. التيار الصدري هو أعرف بهذا الفخ وبهذه اللعبة السياسية، الألعاب السياسية، لذلك فهذا واحد من أهم أسباب رفض التيار الصدري. طيب أستاذ لبيد، في حال تابع الإطار التنسيقي هذه الخطوات في موضوع اختيار محمد إشاع السوداني لرئاسة الوزراء أو حتى عودة البرلمان إلى انعقاده، تعتقد أن يعيد التيار الصدري ترتيب أوراقه وبالتالي يمكن العودة إلى المشهد السياسي، هل هذا وارد مستقبلا أستاذ لبيد؟ أنا أستبعد أن يقع التيار الصدري في هذا المطاف. ما يجري الآن هو عملية نصب شرك للتيار الصدري. هناك مستوى من التفاهمات بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة السنية التي جبهة السيادة على ما أعتقد التي يقودها الخنجر والحلبوسي. هذه التفاهمات يعني ستقود إلى تشكيل وفد يذهب إلى الحنانة من أجل
طرح فكرة أو طرح مقترح جديد مفاده بأن يؤكدوا للصدر بأن الانتخابات المبكرة سيتم الاتفاق عليها مقابل أن يعود البرلمان إلى عقد جلساته، ولكي يقرر تحديد كيف عملية السياقات الدستورية لتسهيل عملية إجراء الانتخابات. لكن في ظل حكومة مؤقتة كاملة الصلاحية، طبعا هذه الحكومة ستقودها دولة القانون باعتبارها هي الكتلة الأكبر ضمن الإطار التنسيقي. هذه المسألة إذا مرت على التيار الصدري ولم يتنبه إلى خطورة هذا الشرك، فالجلسات البرلمان إذا عادت إلى الانعقاد بصورة طبيعية سينجح الإطار التنسيقي في عملية تسويف التاريخ والميكانيكية عقد إقامة انتخابات مؤقتة. وستطول مدة التسويف إلى ما شاء الله. فلذلك أنا أعتقد أن التيار الصدري سينتبه إلى هذا الشرك وسيرفض هذا المقترح الذي سيتقدم به هذا الوفد الثلاثي على معنى. أستاذ لبيد، ألا ترى أن واقع العراق يعني يحتاج لرئيس حكومة غير السوداني، طبعا في ظل الفساد المستشري والانهيار بالعديد من قطاعات الدولة، لماذا لا يطرح الإطار التنسيقي برنامجه السياسي وبالتالي يدافع عنه في وجه التيار الصدري؟ ما سبب في ذلك؟ المشكلة ليست في البرامج السياسية، المشكلة هي في نابعة من كون العملية السياسية مبنية على التوافق السياسي الطائفي الإثني، فهذه التوافقات هي التي قادت البلد إلى الكارثة وإلى هذا المستوى من الفساد الذي لا نظير له في العالم. هذا هو جوهر الخلاف حاليا، أو مو هو جوهر، لكن هو هذا المشهد السطحي للخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي يريد أن يشكل حكومة توافقية تشارك فيها كل المكونات السياسية سنية وشيعية وكردية لكي يتقاسموا الكعكة فيما بينهم، ولكي تستمر عملية المحسوبية، ولكي تستمر عملية استثمار الوزارات والمناصب السياسية استثمارها لكي تدر بالمال الفاسد لمشاريعهم الخاصة، للمشاريع الحزبية والميليشيا إلى آخره. فالحكومة من حكومة توافقية لن تقود إلا إلى مزيد من حالة الفساد. والبرامج التي تفضلت حضرتك في المرور على ذكرها، هذه البرامج موجودة ولكنها ليست أكثر من حبر على ورق، لن يطبق. البرامج عندما تقرأ شيئا جميلا وحلوا ووعودا جميلة، لكنها في الحقيقة لن تطبق، لا يطبق منها أي شيء. أستاذ لبيد، في 10 من تشرين الأول أكتوبر ستحل الذكرى السنوية لانتفاضة الشباب ضد العملية السياسية، هل نحن على موعد مع ثورة أكتوبر جديدة أستاذ لبيد؟ أنا أعتقد أن تتجدد، لكن يجب أن تتجاوز كثيرا من السلبيات وكثيرا من الأخطاء التي مرت بها الانتفاضة. الشعب العراقي شعب حيوي وشعب حي، ولا يمكن أن يقف متفرجا على هذه المأساة والمهزلة التي تقودها الجماعات السياسية والعصابات التي جاءت خلف الدبابة الأمريكية. البلد ينتقل من سيء إلى أسوأ، والكوارث الاقتصادية والاجتماعية بالحقيقة تتضاعف وتتعاظم، ولن يسكت الشعب العراقي عن ذلك. لكن الانتفاضة الجديدة التي بإذن الله ستستمر هي ستكون كما ذكرنا، ستكون بإطلالة جديدة وستكون أكثر تنظيما وستتجاوز كثيرا من السلبيات السابقة، وستقود بإذن الله إلى إسقاط النظام، لأن هي بالنسبة أن انطلقت في عام 2019 كان شعارها الأساسي الشعب يريد إسقاط النظام. وستلقي بكل قادة العملية السياسية والمشاركين بالعملية السياسية
ستلقيهم في نفايات التاريخ وتكون إهاما كبيرة ومقدمة لثورة تؤدي إلى صلاح العراق وشفائه من الأمراض التي جاء بها الاحتلال وعملاؤه. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.